اسكندرية يا أجدع ناس. خلص الكلام من قلبي خلاص، هنزور أصل الحضارة والنيل وبداية مجد فرعنا طويل. في الغردة رحت الأسوان وجاية لأبو اسكندر أغني، وعظيمة يا أسوان تتحبي، وعظيمة يا أسوان تتحبي. أهلا وسهلا بكم منورة. أهلا بيك. عرفينا بنفسك في البداية. كريستينا كرم، صاحبة مبادرة Egypt Deserves، مصر تستحق. اشرحي لنا المبادرة دي ازاي؟ جات الفكرة ازاي؟ بمعنى ايه مصر تستحق؟ يعني في الفكرة ايه؟ الفكرة عبارة عن دليل مغنى لمحافظات مصر كلها، دليل سياحي للمعالم والاتراكشنز الموجودة كلها في مصر. بغني وبستغل موهبتي في صوتي في الغناء باللغة المصرية القديمة وبلغات مختلفة زي الاسباني، الانجليش، عربي. بغني لمحافظات مصر. عملت فيديو كليبات، عملت للغردقة، عملت الأسوان والنوبة، عملت الإسكندرية، ولسه في محافظات تانية كتير جاية. الفكرة كلها قائمة انك انت كل محافظة هتغني لها أغنية خاصة بيها، صح كده؟ لله، هو ده فعلا اللي في الخطة بتاعتي. هو طبعا انا اتمنى ده، يا ريت، يعني انا بناشد يا ريت ناس كتير تبقى معايا وتدعمني، ونكون مطربين، مجموعة مطربين مؤمنين بالفكرة وننفذها سوا. انا معايا دلوقتي المفروض نقابة السياحين بتدعمني واعتمدت المبادرة، فاضل لسه جهات تانية، بس بإذن الله في طريقنا ان احنا نكمل. في تحديات كتيرة طبعا، التصاريح عشان ندخل أماكن معينة ونصور فيها، الدعم طبعا احنا بنحتاج دعم، لأن المواضيع دي انت عشان تعمل أوديو محترم مع فيديو بيوضح المعالم كلها وتصور فيها، الموضوع محتاج وقت ومجهود ودعم يعني كبير، ومجهود كبير طبعا. بالعكس، ده أنا هكون مبسوطة لما يبقى في مطربين تانيين عندهم نفس الفكر ونكمل سوا. ايه المشكلة ان انا اكون بدأت حاجة ولاقي ناس تانية بتكمل معايا؟ على الأقل يعني هتفضل مستمرة، فدي حاجة حلوة ان يبقى في غيرة في حاجة كويسة. ساعات الناس تقول لك لا دي فكرتي وده موضوعي واكملها، وحب الانا شوية والايجو العالي. هقول لك حاجة مش هنكرها، اكيد انا هفرح لما يكون الفكرة ليها السبق، يعني ما انا كده كده انا فعلا اسست الموضوع ده، فانا اوكي حقي موجود في الموضوع ان انا بدات الفكره، وده شرف ليا وحاجه اعتز بيها فعلا ان تبقى موجوده. لكن لما تكمل من بعدي او تكمل حتى وانا موجوده بناس تانية، دي حاجه برضو تفرح اكتر. معنى كده ان انا في ناس اقتنعت بالفكره اللي انا اسستها وعملتها وانتشرت، فده في حد ذاته نجاح وقبول حلو. غنيت للغردقه وغنيت لاسكندريه وغنيت لاسوان والنوبه. ممكن اقول لك حته من اسكندريه؟ بحبكوا ايوه يا جدعان، وعارف انكوا حابيني. من الغردقة رحت الأسوان وجاية لأبو اسكندر أغني، بحبكوا أيوة يا جدعان، وعارف انكوا حابيني. من الغردقة رحت الأسوان وجاية لأبو اسكندر أغني، اسكندرية يا أجدع ناس. خلص الكلام من قلبي خلاص، خلصتوا فيكو ما أنا دايبة فيكو، وحاسة بيكو أجمل أحسان. على فين العزم المرة دي؟ على بلد النوبة الناحية دي. على فين العزم المرة دي؟ على بلد النوبة الناحية دي. أسوان في جنوب مصر تنادي، طير بينا بسرعة يا مراكبي، يا مراكبي طير بينا بسرعة. هنزور أصل الحضارة والنيل وبداية مجد فرعنا طويل، من سابع جد لآخر جيل، وعظيمة يا أسوان تتحبي، تتحبي، وعظيمة يا أسوان تتحبي، وعظيمة يا أسوان تتحبي. طبعا نفسي في دعم وزارة السياحة والآثار، وللعلم انا مفتشه بوزاره السياحه والاثار فتخيل بقى محتاجه طبعا دعمهم للفكره، وان احنا نكملها، وان يعني تلقى اعجابهم وتلقى الدعم المطلوب ليها. طبعا وزاره الشباب والرياضه، بما ان يعني في شباب بيفكر بالطريقه دي، فاحنا المفروض يبقى في دعم مناسب لده. قول معايا وزاره الهجره، لان احنا برضو محتاجين نوصل الفكره للناس اللي خارج مصر،
والاجيال الموجوده بره يعرفوا برده مصر عامله ازاي وتاريخها عامل ازاي، وان في حاجات لا تقدر بثمن محتاجه نبرزها اكتر ونوضحها سواء داخليا او خارجيا. هقول لك ترجع للمنتاليتي بتاعه المطرب النهارده، وطبعا ده مش عيب اللي انا هقوله، بس المطرب نفسه فكرته في الانتشار وان هو يحقق، عايزه اقول العائد، يعني كلنا بنشتغل علشان نكسب، فهو بيبقى المنتاليتي. في واحد عايز يعمل حاجه مثلا زي مهرجان، ده ما فيش اي مشكله فيه، بس هو المنتاليتي بتاعته كده عشان يقعد عليه. فالفكره بتاعتنا احنا، يعني طبعا انا بعمل ده تطوعي، اوكي، يعني انا بمجهودي وبوقتي وبمالي بحاول على قد ما اقدر اوصل الفكره. هل المطربين الاخرين هيبقوا بنفس الطريقه؟ طبعا، يعني ده يشرفني ان يبقى بنفس، فهي منتاليتي. يعني لو لقيت حد بنفس المنتاليتي انا طبعا اتشرف اني اشاركه. المبادرة اسمها ايه؟ بالعربي وبالانجليش عشان الناس تبقى فاهمة. بالعربي مصر تستحق، بالانجليش Egypt deserves. صاحبتها كريستينا كرم. تحياتي لك وبالتوفيق. تحياتي لحضرتك، اتشرفت بيك جدا. شكرا، شكرا، بالتوفيق دايما.